هذا هو الجزء الأكثر إثارة ربما بالمنزل والخصوصية اللي تختلف طبعا بالبيت الموصلي. السرداب، السرداب طبعا إلى غاية وغرض واستخدام للبيت الموصلي. ندخل للداخل حتى نطلع على تفاصيل السرداب. طبعا ابتداء تشاهدون أنه هو من الحجر والمرمر، موجود بفرش، موجود ب طبعا هذا السرداب اللي هو للمعيشة. أكو سرداب بالجانب الثاني اللي هو يكون للخزن، مع طبعا وجود شبابيك موجودة بداخل السرداب. هذه السراديب كانت لها استخدامات عديدة طيلة طبعا يعني العقود وأيضا القرون الماضية. بالنسبة للبيت الموصلي يستخدموها بأيام مثلا الحر ينزلون، أو يستخدموها مثلا ل يعني الساكن الإضافي أو ما يحتاج. طبعا نشاهد استمرار التقويس بالنسبة للطراز اللي موجود، مع طبعا يعني الميزانية والدقم القديمة وهذه الماركات المختلفة والقديمة. طبعا هي الكهرباء شيء لاحق على البيت الموصلي باعتبار احنا حكينا انه هو مؤسس قبلها. هذه ايضا هنا تستمر الدنق اللي موجوده، لكن تشاهدون مستوى النظافه. البي ايضا يعني صرف صحي موجود. هو الان يعني شبه مهجور او متروك، لكن بالسابق كان له استخدام مهم جدا. هذه هي الشبابيك اللي كانت يعني تطل على الشارع او تطل على المنور في وسط وجنوب العراق كما هو معروف. اكو في كل بيت منور، الشباك يطل على المنور. بالنهاية يعني كل هذه التفاصيل هي جزء من البيت الموصلي. الاستخدام الحجر هو لغرض البرودة، يعني الآن هو بارد بنسبة كبيرة جدا. أيضا البستوقات اللي يعني اللي موجودة بتفاصيل داخل هذا السرداب.